العطر ده يا جماعة أمتز وأحسن من اللي فات. Thank you so much my dad for this gift. كده خلصوا صلاة، ده تبقى حاجة وحشة جدا. فعلا طلعوا خلصوا الصلاة، بس دي حاجة عجيبة جدا والله. فعلا عمر فتح كده، فتح مع الناس. الحاجة العجيبة ان يعني انا صاحي يعتبر مش متأخر خالص، صاحي بدري. يعني انا صاحي الساعة 5:45، نزلت تحت 5:45، 4:44، معلش، نزلت الساعة 4:40، خلص خالص سبحان الله. هو غالبا هم صلوا بسرعة بقى وكلام من ده، وبرضو انا كنت نايم متأخر، نمت الساعة 2:30 امبارح، فدي حاجة مش حلوة. لكن في لسه واحد قايل لي حكمة حلوة جدا دلوقتي، ألا وهي ريح الزبون. يقول لك ريح الزبون اللي قدامك. أنا كنت رايح أشتري سندوتشات فول وطعمية فطار، يعني طبعا الحتة المظلمة لازم تعود عليها يا جماعة. فإيه بيقول، بقول له هات لي من الطعمية السخنة دهي. قال لي ما الاتنين سخنين. قلت له لا، عايز من دهي. قال لي ماشي، مع إن ديت زي دي بالظبط، بس إيه ريح الزبون. تصدق حكم حلوة عجبتني يعني. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا. Hello again little birds. أهلا أهلا يا جماعة، شفتوا الطيور؟ يعني شفتوها الفلوج اللي فات، بس they are so pretty and so cute. I like them and they are sometimes scary, you know. So let's go. Let's go out now. بمناسبة كلام المرة اللي فاتت، كنت عايز أقول حاجة برضو. الناس اللي ما تنزلش تصلي في المسجد عموما، مش مرة مثلا أو مرة كان تعبان، لكن لا دي طبيعته، يقول لك أصل أنا ما كنتش قادر. أنت تقدر، بس أنت عايز يعني تدفع نفسك كده، تدفع نفسك شوية، يعني عايز شوية عزيمة بس وشوية إرادة واستعانة بالله. وعلى فكرة في حاجة حلوة جدا، يعني بشارة زي ما بيقولوا كده، ادعي ربنا بأي حاجة في الصلاة، أي حاجة، كل اللي أنت عايزه. ما يعني إيه، ما تستكترش على نفسك حاجة، يعني تستكترش على نفسك وتقول لا كفاية كده عشان دول يتعاملوا وبعدين بدأت تاني. لا، كل اللي أنت عايزه وإن شاء الله ربنا يستجيب لك. إذا كان مطعمك من حلال وملبسك من حلال وغذيت بالحلال، يبقى أنت كده إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله الله عز وجل يستجيب لك. افتكرت موقف لطيف يعني حصل امبارح في درس الكيمياء. الأستاذ كان بيتكلم عن ذرتين كربون، في ذرة كربون وذرة كربون. سي سي حبيبنا، حد يقدر يتكلم عليه نص كلمة؟ اللي يتكلم عليها أقطع راسه، ولا ربع كلمة حتى. الشعب المصري ده شعب يعني انتوا عارفين يعني. كان في تذكرة صغيرة كده، ألا وهي أحسن حاجة تبدأ بيها يومك إنك تقول الأذكار وتقرأ قرآن. اعمل لنفسك كده ورد كل يوم، إن شاء الله ربع واحد بس، ربع، لو أنت بادئ ربع واحد في اليوم بس، ومع الوقت هنزودها. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. نبدأ. القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب. صوتي حلو والله. ماشي ماشي، برفع الفلوج بتاع امبارح اللي هو يوم السبت. توقع حوالي ساعة. ماشي. أخيرا خلصت مذاكرة الدرس ده، أول درس في الحساب. هو الدرس بيتكلم عن المتتابعات، يعني 2 4 6 8 10 لحد مثلا 1000 أو كده.
ازاي تعرف يعني مثلا، انا اقول لك مثلا ايه الحد المية منهم، ايه الحد المية من المتتابعة دي اللي هي 2 و4 و6 و8، ايه بقى الرقم 100 من لما بدل ما تقعد تعد 2 4 6 8، في قوانين، في قانون يديلك الرقم المية ده على طول. ماشي يا جماعة، انا دلوقتي رايح درس انجلش اللي ما رحتوش امبارح، و برضه نمت شوية كده، حتى ممكن تكون شكلي صاحي من النوم، ف الله المستعان. الدرس طلع مقفول او مفيش درس، شكله كده فعلا. وصدقت مقولة لا توجع من اليوم الى الغد. شوف ازاي، لو كنت رحت امبارح كان فاتني استفدت وخلصت والله انا متعجب فعلا، سبحان الله. لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. اخيرا الحمد لله ده اخر درس. عندنا المرة دي ايه؟ عندنا ايه؟ احياء. بحب الاحياء جدا والله، جدا 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 جدا. ماشي، ايه ماشي اللي انا بعيد اقولها كتير المرة دي؟ قل اي شيء اكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون.